بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، الباب الرابع. إمام النووي رحمه الله تعالى كتاب كيسي التبيان في آداب حملة القرآن أيين كل حجرني مركو حولي هاي باب كي أفراد عكوسة بسيها في آداب معلم القرآن ومتعلمه. قفك معلم القرآن كا قرآن كدت كبري إيوه متكبرنا إيوه آداب تلقى الدون إيوه إن يكون دقمان أيو باب كان أفراد وأسمي مصنف رحمه الله تعالى وحولي أمرك مصنف هذا الباب مع البابين بعده هو مقصود الكتاب وهو طويل منتشر، وأنا أشير إلى مقاصده مختصرة في فصول ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى. وحول هذا الباب باب كان أو كان وهدى أن كهد لينه وفي آداب معلم القرآن ومتعلمه باب كاس مع البابين لبدا باب وبعده إسقى قداشي ساعاتي لجل كيسا مركوا سدح باب وي باب كان لبدا باب وكدن بيسون أركدونه باب الخامس باب السادس كان شنادي كان لحاد يمد كانوا أفراد وحولي هي مقصود الكتاب يعني سخد قار هو بيقريا هو هدين لي هذا الباب كان له عنايا هي هدين لي هذا الأبواب الثلاثة سد هذا الباب وهذا الشيء أي له عنايا ويا وحوي هو مقصود الكتاب كتاب كقصد كمصنف كلها وبكمل سد هذا الباب وقومي يسد وهو باب كان الباب الرابع وجد في آداب معلم القرآن ومتعلمه طويل من دروي ولما منتشر فافسا لكن أصدق دير أو فافسا وحولي وأنا أشير أن أقوان تلمامي وحان تلمامي إلى مقاصده مقصد كيس أنت أويهي قصد أنت اللي قليه يا أم أنكو قافسني وإنشاري معناها باب كان باب واسع هو وحا أحاديث كتمت آيات كتمت يعني مارة أقواش علماء وحل سوكو بكرماها لكن وحن تلمامي أو إشاريا مقصد كإنت اللي قليا مراد كليا إشاريا مختصرة أيضا أمد لسوكا بي مقاصد داسي أيضا أمد لكوبي لسوكا بي لقونا سوكا بي في فصول فصلا لسوكا بي أيان إشار دوناوير فصول شامركة أو مصنف كشيغي أو باب كان هوسي ما دونتو وإلى كو يلباتن فصل أيو باب كان هوسكين دونا ونارك دون إن شاء الله تعالى باب كان كلي بكو يلباتن فصل هوسي ما نيسا لكن أيضا مختصرة كو كوبا أيو إشار دوناوير محان سدعوية أيو مختصر وقرد قيبوير محان وقرد قيب ليسهل حفظه وضبطه إن شاء الله تعالى ليسهل إنه فضضاده وسهل ناده حفظه باب كان حفظين تيسل حفظيه إن لحفظيين سهل ناته وضبطه كوبس تيسل كوبه وحفظ لبو كوبه إن شاء الله تعالى الله سبحانه يهدي أودونه أرنتاس درتين يا المختصر وقدقي ومقاصدك لي عن إشارة دونه أبوي مرك كوي لما تنفصل أيو باب كان مصنف كدي عن أركي دولنا فصل يعني وحوي كي كلا ساري بمعنى هذا فاصل أدو كلو يروي هذا الكهوري هذا الكدنب أيو كلا سارة فصل كان هو عقدي في إخلاص المقرئ والقارئ
يعني كتبت قار إن إيسان فصل كليس كقرآن على أركا وأين الشيغين ما رأيتي عنوان كان إيسان قرآن في إخلاص المقرئ قفكي مقرئ أها كي وحخرسيني ولوجد معلمك معلمك لوجد إي والقارئ كي وحخرني ومتعلمك أهاي أردقاء أها إخلاص كوضاء إلهي عمل كوضاء أبر احتران الله أبر احتران أي فصل كانوا كسب سيء في إخلاص المقرئ قفك معلم كأهاي دفت وحبري إيو القارئ كي أخرنا يا أما متعلم كهاي وحلبري إخلاص كودي أو الله إني عمل كودي أبر احتران أه قراءة ذو أبر احتران أه أي فصل كاري مسلم كعقيدي ويا وحير مسلم رحمه الله تعالى أول ما ينبغي للمقرئ والقارئ أن يقصد بذلك وجه الله تعالى أول ما شيء كان وجهه الرئيه ينبغي أي أحبان تهي أي هو ناكسن تهي للمقرئ قفك معلم كأهي وحخرسين يدتك وحبري إي والقارئ متك وحخرين يبا شيء وجهه الرئيه أو إني لي ما دان أي مارت اللي قدون أيه وحوي أن يقصد بذلك أرنكاس أو قراء أضاءه إنه ألقصده وجه الله تعالى ألا وجه إسي إنه ألقصده وجه إلهي بس إنه ألجيه الله درتي يعني مقصد كرأوليه مجريه رضاها إلهي سبحانه وتعالى إنه هره أي مقصد كيسيه هلوية عمل كيس معنيه وحويه إنه إلهي أصافية لأبرح تره مراد كلاية دنكرة الدنيا وسن كل من تاس أيو مارة الشيء اللي قد دوري وقهبون وقفك اللي قرباه وكابو أرنيا قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى وحيري وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة أصدق في سورة البينة الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب كي كهض ليه مشركين تي اليهود والنصارى والمشركون وطوير لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة بينة لأس وحجد عضنا رسول من الله يتلو صحف المطهرة إلى صوت كواس مرك أهل الكتاب كي مشركين تي وحوية الضلال وقبح الكرين وحوية رسول كاسوي ماده إخلاص العبادة لله إلي ماذا مركزه الليري وما أمروا ضد كافر لما أمر أهل كتابك إلا ليعبدوا الله الله إني عابدان موية هذا وحي أهل كتابك الله أمري أنا وانا الأمري عبادة الله وحده وانا الأمري ويا الله كلينا نعابدنه وما أمروا لمفر إلا ليعبدوا الله الله إني عابدان موية وحكروا لفر مجره وليب مخلصين أيها وبرح ترى يصافي يليه له الله الدين توحيدك وبرح ترى يصافي يليه أصافي يليه إخلاص ولا إيماني حنفاء أيها وكوة وليب مستقيمين هو توسن توحيدك عبادتك توسن يعني حنفاء وحال له وجمع حنيف حنيف وحال له المائل قفك اللي حضاء أيها لله حنيف مركه وحوي المائل إلى الحق ويقفك حق أصول لحذي أيقو حق أقول لحذي وحنفاء أيقو كوال لحنا يؤيلنا يا أصول إيلنا إلى الحق أجيسني كان جيسني باطل كي كجيسني باطل كي كل لحذين حق أجيدين وحكى الله فري مجرى التوحيد كاسموية ويقيم الصلاة إيه صلاة إني أوغان ويؤتي الزكاة زكاة إني لي ما دانوا بحيانه تذكي إلهي واجبي ومستحقين تها أيسيا وذلك أرنك توحيد كاس وإخلاص العبادة لله صلاة أول أوغئه زكذي أول قتئه وحوي الدين القيمة دين تي توسنان تبض نيدوي ومد إلهي رضيه سلوهره وتاوية شيخ فسريه وحوير الدين القيمة أي الملة المستقيمة دين تان توسن دين تي توسن نيد ويبولي الملة المستقيمة ودين تي توسن نيد أرن تاسويا مركا مسلم كهل كم الحكم بلابي إخلاص كأيدي تسيني أيو كبلاب
عمل كسته وقف قبانيه وحا أصله إنه إله أبرع ترى سبحانه وتعالى وصنعتك اللي وحبت وقدر رب سبحانه وتعالى ويا. وفي الصحيحين بخاري مسلم حكسبنا لبدا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن خطابنا نبي وكوري صلوات الله وسلامه عليه إنه نبي يري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال أعماشا يعني سحديه وحي أهاتيء بالنيات يعني كائن بالنيات نيوين متك حران وكسوغا أي أهاتيويا وإنما لكل امرئ قفكست كل جينا وحوليه أسوغنا ذي ما نوى وحو نيوذه أي إله سبحانه وتعالى سيني هذا إله سبحانه وتعالى كلي الله عمل كذا أبرح ترته ومن عدك لو حبأ قدر إله سبحانه وتعالى نيذا ذو كسيني هذا عدك لو حبأ قدر ترى أخرى وحبك مهي ليس لكن أدونك وحضار وكسيني سيدا آية لها دنباء أنكو أركدون إن شاء الله تعالى وشيخك ورمدون مرك حديث كان حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحديث كان إيذا كهد ليويا حديث عظيم آدي آدوي وأذكرين يعني واحد تصينا يا حديث كان إنه حديث عظيم يا هينا كتبت لا صنف أنت ولب هذا الحديث كا وحلو بلابا أصقا حدوتي إمام البخاري بصحيحه وكتب لابا إمام النووي كتاب كرياض الصالحين وكتب لابا أربعين كيس وكتب لابا كانوا كتب لابا كتبت سلاسة الأوضة بلابا مركب حياة وعمل كا إخلاص العبادة لله وعمل كاقين الرب قاقوب راح ترته شيء قد تسمى يوية ولذلك ما وحل إلى هذا حديث النية عبد الرحمن بن مهدي شيخاس يوح الأورنجري لو صنفت الأبواب هدان وحصنف لها أبواب وكتبت كم إذا باب أنقر لها لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب هدان بوحن بابنا قرآن دمع صنع لها باب كست كلي حديث عمر بن الخطاب أن يذا كهض ليه أيان مارت أول كيسك وقد نجي لها بلا وقد نجي لها بولي ساسولي حديث كان مركب وحال إلى هذا وحديث النية وحال إلى هذا وحكمدها الأحاديث التي يدور عليها الدين حديث الدين كان أكوري أبو أي كمدها وياه دين كان أكوري وكمدها ولذلك إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحو أرنجري يعني محل إلى هذا حديث كان وحديث عمر بن الخطاب وحوي هذا الحديث ثلث العلم بوليجر علم كما يصدح له قيبيه قيب كمين بوليجر أسألها ثلث أهبا حي الإخلاص العبادة لله بكاه الضياء مركزه إنه يدخل في 70 بابا من الفقه حديث كان فقه أهان تضبات باب أي قلاب لي ساس تضبات باب وقل كراب لي مرك حديث كان وحديث عظيم وآد ويا إنما الأعمال بالنيات هل كان مرك إنما الأعمال بالنيات ذا علماء ذو حبي قدرة تقدير بعض السمية وحبال لوسو قدرة قاروا حيليه إنما صحة الأعمال أعماشا صحيح لماذا يذي وحويان وحوي كائن بالنيات ووحي إليهين يعني وشرط نيادة عملك أي شرط أطهي نيادة عملك استولى السمين أيهي وشرط بإليهين مرد الشرط أطهي نيادة عملك ما أنصحي إلى نيادة للي ماذا مرك إنما الأعمال إنما صحة الأعمال إلي يرهده أي يعني ساسي إليه شرط بكذلك بعض العلماء وحي إليه شرط معها لكن وحلو جيدة يعني تقديرته وحي نقنيسة كمال الإيمان اللي يراد إنما كمال الإيمان إيمان كما يستركيسه كامل المليسة لما يستركيسه حوية كائن بالنيات نيادة كسو قمتها إليه مرك شرط معها لكن كمال الإيمان اللي يجيب إليه لكن علماء ذي شرط اللي قد يقول أي رجحان ويا شيخ مركو حوير إمام النووي رحمه الله وهذا الحديث حديث كان وهذا أنكسه هذا الله حديث عمر بن الخطاب والنيادة كهد لي من أصول الإسلام إسلام كأصول شيسة
أيوب كم يديها بوليا من أصول الإسلام إمام النووي بأرني أيوب كم يديها ويا. وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. وروينا وحان ورني عن ابن عباس عبد الله بن عباس وحين كورني رضي الله عنهما يسقي أبيه الله كراد النبضي قال إنه يرى عبد الله بن عباس إنما يحفظ الرجل قفك والا إلى ليا ووالا حفظيا وحلو حفظيا على قدر نيته نيتي سعد بإنت أيتها قدرك أيتها عنت إلا أكتها بالو حفظيا بولي. حديث كان أثر كان عبد الله بن عباس إمام الدارمي أيا مارت سو ساري في مسنده كسو ساري لكن حديث وحال إلى هذا أثر كاسي علماء ضوائي ضعيفين وأثر ضعيف إلى هذا لكن معناه كهضية ومعناه ونكسوه مرك إنما يحفظ الرجل ولي لهذا أو وحال قدقى فعلك مغير صيغة أمام مبني للمجهول يحفظ الرجل قفك الرجل نهدد ومن باب التغليب والرجل الضمر بويسوه ذكري كرام ولا إلى ليايا ولا نورا وحلقوا إلى ليا على قدر نيته وحكروا علماء كلب بيان يعني يحفظ نواليه وفعلك مسمى بيكدقا يعني مبني للفاعل أي كدقا إنما يحفظ الرجل قفكي وحفظيا مركو وحفظين أيوه على قدر نيته نيذيس انت يتهيئك وحفظيا ساسيري. وعن غيره عبد الله بن عباس أحد هينا وحال قوريه إنه يري إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. هذا ابن عباس ما هو هذا الكلوغلات كالوكسو قوريه أسن مقعابنه عن غيره غير ابن عباس إنما يعطى الناس تتك وحال السياء ووحلو السياء على قدر نياتهم نيادو لحظ بقدر كأيتا إنت إلا أكتا أي وحلو السياء هذا نيادا هذا نياد مستقيم هو توصل أو إلهي كري الله برحتره خير من عدوني سأيته إلهي خير كالرادين سوكو بسينيا مركا إخلاص إلهي درتي أرجي الدوية مركا وحانو لن باب النية أي سوق لين هذا الله سوئي دلوية. وروينا عن المجتهد أبي القاسم القشيري رحمه الله تعالى وروينا وحانو وريني عن الأستاذ أستاذ كي معلم كي أبي القاسم كن يديس أبي القاسم الأورنجري القشيري قشيري قال اللي يرهدنا لو نسبيه لو ابتديه رحمه الله تعالى إلهي كرر الله حريسته قال وحيري أبو القاسم القشيري مقعس وحال إلهذا عبد الكريم بن هوازن ابن عبد الملك أي إلهذا مقعس عبد الكريم أبينا هوازن أووي عبد الملك ابن الطلحة إلهذا كن يدي سنة أبو القاسم اللي يخانه نسبة سنة وقشيري وحكمدها وحيرها هذا هو إمام من أئمة الصوفية تذكى صوفية ذا ليرهده تصوف كذلك كجري جري أئمة ذي أي كمدها وحون ليهي صاحب الرسالة القشيرية يعني الرسالة القشيرية في علم التصوف رسالة ذا سؤال لفي ومشهوره عانة رسالة عانة اللي قال نويا وحالي لهذا مركا شيخ حكم ديهي من كبار العلماء تدك علماء تدك ووينا أي كمدها أو حق فقه كوين حق التفسير كدتك كوهر ريو حق حديث كدتك كوهر ريو حق أصول كدتك كوهر ريو أي كمدها أبو القاسم القشيري وحون كمدها علماء قرن جيشانات لمتي أي كمدها سنة كأودن تأفر بقولي اللحن يشن هجرة النبي مركي أحيد أيو دمت قرن خامس أيو دمتوية مركا إمام النووي وحن أركي الدولان هل كان كسوا بلو قيبت بذنو كمدة تتك عبادة وزهادة أيو وحكا ورنيا وكسوا ورنيا تتك عبادة وعبادة يستو أيو كو ورنيا كتبت التراجيم تمركا أنه قتنا مركا وحيكو ليهين فلان فلان يعني مارت وشيخ صوفية أما صوفي أي ليه مرك صوفي إلا شيء جري إيا صوفية ذا فرق بها ودحي صوفية ذا أن أدرك يسد وهذا كتب كتاب كان لقيقه والرمي وذاتك يعني تسكية النفس
نفتود إني طهيران وقلت مارتي كعام بحيوي ودد حلال نير نبي أهاية دد وحي أهاية عباده إلهي عابده دد وحي أهاية مفسرين إي محدثين إي فقهاء إي أصوليين أي أهاية دد جهالة ما أين نهين دد جهالة ما أين نهين تصوف كمركز المامان وحي رهدان أي تعريفنا يا كتب اللغة هذا مركز تعريفيا وحيدها التصوف وحل هذا وطريقة في السلوك تعتمد على التحلي بالفضائل تزكية للنفس بينها وحويان موقفك السلوك يبقى الموقاته إنه موقفك اسكو قرحيه فضائشة حيالها فضل قاله وكم انتهي تزكية النفس نفت هذا أضمان منك ضايرته قاركودنا أي تقشف لي مادان حق أدونك أي زاهدين نقضان أي سلقتكان قيمة أي سنويلين حق مطعم كعنتان حق ملبس حق مسكن كل وحودا لباس كأي سنكم الدين مركا لكن ما أنت دات كان عرقنا أنا قلنا قانون صوفية اللي يريه هذا حضر كسا شيخان رسالة أو ألف وخلاف سنتا حايل شوف عكم بالآبي إفراد الحق في الطاعة بالقصد وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله عز وجل دون شيء آخر شرك إنه كفر هذا أو أحول بعمل سميني إلهي بس الله كليه أولا قصده إخلاصي التوحيد إنه لي ماذا صافية أي الله فري كوين أنا ما نور بشرك إنه كوحة ريان صوما إلهي غير كي سأل بريه شيخ فلانو عفمادسي شيخ فلانو أولادسي قبور لطوافه مريل وحر حرته أولادي وحسن أولي كرنين بنتي أولا ويديسته وحيا لا سألوه شركياته مركاز وحكو ليه صوفي بانا صوفي ما صوفي إلا بي إلا نوعا صوتلاته والشركي والشركي موقف كاز كجرا مركات فرقية مركات أريتها كتبتها سلف كاني دات كاني خوري هي علماء لأن أي مدني فلان الصوفي ده هي مركا أريتيت انتو ذبدا ودات كأهل حديث كأي مدنيهين وزهادة أهي عبادة أهلو جيداوية مركات تراجمت مركات كو أردته هكو خلدمين كو هدى الجوغة شيغاني شيخة مركا ترجمة دي سمركا شيغني وحو يري الإخلاص وإخلاص محال إلى هذا إلهي عملك الله برح تروامحي وإفراد الحق اللي حق هؤلاء كليانو بالقصد قصدك وفي الطاعة الطاعة اللي قلو قصده لو كليانو ونعدك لطاعة وحلو مدرم الله إيا فلانو إنا الله بهن الله إيا أولياء الله إيا الله إيا شيخ فلانو إنا ذن بهن أصيق كليا أدو برح ترتبع الرباوي وهو مركت وكوسي فسري إخلاص وحوي أن يريد إنه ألجه ذوي بطاعته عبادة ذي سطاعة ذيسا التقرب إلى الله تعالى التقرب لو يشاء إلى الله تعالى إلهي أقول نواده مقصد كان أوليها مجر طاعة ذيس إلهي أدو نواتي ضم بيكتها عيوية دون شيء آخر أيضا وحكا لا تأين انترين دون شيء آخر وحكا أيضا لقدر أي إلهي عمل كيس أبر احتراوية أو وحكا لقدر لها محيين من تصنع لمخلوق من تصنع إن أسكو سنعيسو بمعنى أسكو كلفته لمخلوق قف بني آدم ومخلوق إن أدوح آدم سمين جرين استطس درت دادو سمين سويا تصنع علي هذا عبادة هذه عمل كاذي خير كا فلان درت سين هذا سمين وإن قف كبري نقضى أردس مارتي وكهفنا هذا بار أو اكتساب محمدة أمسه مهد لما هديه محمدة إنه كسبه عند الناس ذاتك أكتئ ذوكو كسبه لأنت يعني دون شيء آخر تاسي سوى قريسة ألك لي أرجي ذا هل لغو أمانه هل لغو مهدي أمجيد أو محبة مدح أمان جعيل كيد أو جعلابه أمان تاسو من الخلق خلقي حقي سكت ماله عمل كانوا يسميها لغو جعلابه علم بو أخري هل وجع لاده قرآن بو أخرنا هل وجع لاده مقصد كي سماعي ذاتكو هكو أمانين مقصد كي سماع هوية أو معنى من المعاني أما معنى المعاني لس الدنيا ذا كساب سنو إخلاص كأنا نهين يعني وحاسو إذل وإنو سن إله وترين الله كني أرجي ذوي سوى التقرب إلى الله تعالى وح إلهي كسو حري دوانشيه سوحان هين وإنو سن مرنا ماريتي إنو سن نيسن وكهفنا ذبا مروا البلد الرباوية قال مركو حوير الشيخ ولي أسوى سيوتا تعريف كالو نوشي ويصح وحا أنصحيو أن يقال إلا إلا هذا إخلاص إخلاص إلا إلا هذا وتعريف كالو نوصميني الإخلاص وإخلاص محالي إلا هذا تصفية الفعل
ficilkii oo laga sifeeyo oo laga saaro laga saafi yeelo can mulaaxadati almakhluuqiina dadka makhluuqa ilaahay u abuurtay milicsigooda iyo fiiradooda inaad ka dhex maaragtay yacni ka tasfiyasaa la yidhahdaa camalkaagi inaad ka sifayso yaa la raba milicsigooda yacni inaadan camalka aad samaynayso ha lagugu ammaano dadku ha ku arkeen inaadan u samaynin weeye macnaha su-aaltaas weeye dadku ha ku arkeen oo ha ku fiiriyeen ha lagu yidhahdo waa sheekh fulaan waa caabid waa zaahid waa maaragtay fulaan in lagu yidhaahdo waa qaari inaadan arrintaas inuu qofku camalkiisa uu ka saafi yeelo ayaa ikhlaaska la yidhahdaa buu yidhi waa macno kale oo musanafka oo meeshaas noogu sheegay weeyaan hadalkaa marka risaaladiisa risaala qusheeriya fii cilmi tasawuf la yidhahdo ayuu ka soo guuriyey sheekha weeyaan وعن حذيفة المرعشي رحمه الله تعالى شيخ حذيفة المرعشي اللي يرهده إلهي هون حريسته قال وحويري الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن الإخلاص إخلاص وحال يرهده استواء أفعال العبد أدونك أفعاشي سفعل الله أسمين يفلل كيسو أكان شهد إيسنا شهد إيسنا توي في الظاهر والباطن في الظاهر وحي مغلق وعماشة أو حبناها كسمين يا إيه والباطن وحق قلبي يسكو جرائه إن سمين يهين اسكو مديهين بالرمى ظاهر كاقي باطن كاقي اسكو مديهين تاسع إخلاص اللي إله ذا بوهر حذيفة المرعشي شيخ اللي إله ذا وحال إله ابن قتادة وحو صاحب لأها سفيان الثوري صاحب كي سبوها وحو نكمديا من علماء القرن الثاني الهجري يعني القرن جيل لبهات hijrada nebiga culummadii waqtigaa joogtay buu ka mid ahaa weeyaan atharkiisana waxaa soo saaray maaragtay abulqaasim alqushayri ayaa risaaladiisaas ku soo saaray weeyaan ikhlaaska markuu tacriifiyey muxuu ku sheegay maxaa la yidhaha ikhlaas waa in daahirkaagu iyo baatinkaagu isku mid noqdaan wacan dinuun raximahu allahu tacaala sheekha la yidhaha dinuun almasri raximahu allahu tacaala ilaahay ha u naxariistay qaala wuxuu yidhi ثلاث سدح سدح الرموت من علامات الإخلاص إخلاص كعلامة به سيكمده الله عمل كالله برح تره علامة به سدح الرموت بكمدة كان كوباد وامحي استواء المدح والذم من العامة استواء المدح أمانتي إيا والذم عاي ذيبا إكان شغو ذي إسنان شغو ذي إسنان أي من العامة عامة أيكو أمانا أما أيكو عايان إنا كوسي منتان haddii lagu caayo diin lagu maaragtay lagu aflagaadeeyo haddii wax lagaa sheego iyo haddii lagu ammaano inay isugu kaamid tahay maxaa yeelay marba haddii qalbigaagu fiican yahay ilaahay adiga cilaaqadiidii dhexaysa ay fiican tahay dadka wax ka sheegoodu wax qiimo ay leedahay lama arko dadka wax ka sheegoodu qiimo ma laha marka inay qofku u sinaata baa la rabaa waa tan koowaad wey midda labaad waxa weeyaan wanisyaanu ru'yati alacmaali fi alacmaali ونسيان الرؤية الأعمال أعماش هذا أركتدو ذات في رسو إلا وشو ذات إلا وذو في الأعمال أعماش نحن يذن أتكو إلا وذو أي مدى لبادة ومحو جيدا معنى عمل كادين سكولا وإناني عبادة سمينيسا صوم باد لتمد صدقات بحثتي خير باد سمينيسي صلاة باد تكتي بر الوالدين لتمد ولاك باد سمينيسي ونا قادين سكولا وإناني oo aadan arkin ooda isdhihin alla ilaahay wax fiican baad samaysatay inaadan dhihine camalkaada mar walba aad xaqirto si aad daacada iyo khayrku usii badsato weeyaan kan saddexaad wuxuu yidhi waqtidaau thawaabi alacmaali fi laakhira waqtidaau thawaabi alacmaali acmaasha camalka aad samaynayso thawaabteeda ajarka laga helayana keensashadeedii ay ahaato fi laakhirati aakhara ay noqoto ay ahaato baa la rabaa taasaa laga rabaa yacni camalkaaga aad samaynayso thawaabteeda qaradka iyo danta aad ka leedahay waa inay aakhare noqotaa ilaahay inuu kugu thawaabiyo oo janno ilaahay kugu siiyo cadaabka ilaahay kaaga badbaadiyo maqsadkaadu inuu intaa noqdo weeyaan macnaheedu waa inuusan camalka aad samaynayso mid adduunyo uusan noqonin saasuu u jeedaa sheekhu weeyaan sheekha la yidhahda dunuun almasri yacni magaciisa waa nin caanuho la yaqaano weeyaan oo culummadeennu waaweyneed ka mid ah يعني فقهاء المحدثين تي ولي وحال لهذا هذا وحكم من المحدثين الفقهاء تتكب محدثين تكو ولي فقهاء
أيو كمدها مجعي سنة ثوبان ابن إبراهيم اللي رهذا كن يدي سنة أبو الفيض أيا اللي رهذا وحونها يعني علماء دي يعني وقت جو دنتي لبدي بقول يا أفرت لا بقول يا أفرتني شن لا بقول يشن يا أفرتن كي هجرة النبي جمر كي يحيد أي شيء خاص دنتي ويا هذا الكذا الكاس لك جزو جورنا يوي وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى علماء دي نسرف كعدد كأني هرئي أيو أمارت أهل خير كأهيون وقسوا قورينا فضيل بن عياض رحمه الله تعالى إلهي أون حريستي سنوحا لقوري قال إنه يري ترك العمل عمل كتقستي سي لقاتغو شقدي أد قبل الله إذو اسكد ديسو خير كأد سمين لذو فراع كقادم لأجل الناس الدد ترادو أدو قتك تاهي رياء استود تصبال إلهي عمل كإلهي درتي أقبو هبلاكو أركي درتي نهو سمين هبلاكو أركي درتي نهو قتقين يعني ددك درتو دداء وقتك تعمل كأخير كأتسمين لي والريابوي والعمل وعمل كشقذي وقاد عمل فشوات سمايسو لأجل الناس ددك درتو دداء عمل فشوات سمايسنا شرك وي ووذاجين الله للا وذاجي خلقي يسويا يعني إنا ددك درادو عمل سمايسو وهديسان أيديو جيري لهين آدان سمايسين وحال إذا هو شرك وي إلهي بعد ما رت عبادي سي أحد كله يتكل ما نسي بين قن يسوي والإخلاص إخلاص وحل إرهاب ويري وح إخلاص الإرهاب أن يعافيك الله تعالى منهما أن يعافيك إنك عافية الله الله كعافية تعالى سرية منهما لبذا أن بوكا عافية إخلاص كاويا إن هذا عمل كسمين يسي يعني عمل كي لقى قبها أنا أتسمين لهيد دتك درتوا دين هذا وقتكين دتك درتوا دين هذا أسمين إنه إلهي كعافيه تعي إخلاصك لإله دابنا فضيل بن عياد يعني ونن عابدة وآدي آدو قيمة بذنويا هذا الآد حكمة بذننا لقصوا قوري علماء ذين محدثين تنكمد أها كن يديس أبو علي بالإله دا فضيل بن عياد وحال لو يقانا آد عام أكويهي المجاور بحرم الله بالإله دا حرمك إلهي متك درس كلا أها أيها لقوم عباوية وحوها علماء إلهي أو أفسدي بقول إيو بقول سديتني تضبى دي هجرة النبي مركي أحيد بقول سديتني تضبى مركي أحيد أيو دنت شيخ خاسر رحمه الله تعالى فضيل من عياد وحكم إيهي من علام سنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام تدك الجباش أهو وشقيي وعلام تأهو وين علماء أي حق سنة أيو كمدها قرن سد عن سوشا يقني وقرن الثاني الهجري قرن جيل لباده هجرة النبي أيو أهاوية فضيل بن عياد وحالي رهذا تاريخ دي سمركي علماء الترجمة دي سيكشا كينا يان حي رهدان وحو أهان جري تدك قطاع طرق أيو كمد أها مركي سور لأن يرد مركو أها يعني جدقو يرد تدك سمايو قاطع طريق الإيران شاطر بالإيران أيو كمد أها ننك أدتك أسبو كمد أها مركا سببت أو طوبضة إلهي كوا فجيي مركا علماته كشاكين أيان تراجمت مركا مارتي الذهبي أي مفربضة كشاكين وحيلين سببك أو كتوبكين وحي أهيد قبر بوجع لاذي قبر لي أوجع لاذي أيو هبين هبين هذا كمدا أيو دمعين وقريق وقتك إسوك دربك فولا أيو قلال دربك كبقل الربو ودربك سيد تفايو أيو وحو مقلنين آيات قرآن قرآن كأيديس كمد في سورة الحديد كجرته أخرنا يبو مخلق ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آيداس أيو أخرنا يو دقيستي مركي أو آيدا دقيستي يعني مركو دقيستي بو حويري جوابه بحشو حويري بلا يا ربي بوي تتك قلبي قوض إني توبة كينا الرب أيام كمدها يقول ربي وأقبله مركزه قبلي كسر لابتي قدر كذا دربي كذا ما نفورينه وأو كسر نقضي مركزه هبين كي ما دام جد قوية أو سمين جرى تتك نعجري أيوه مال مارتي قرية جبان أو مسافرين تو إسامر تبو هبين كي وقبري هالكاسو سيحلي أكتسا مركو حاد دقن دد مسافرين أو سفر كجرى أيها هبين كي انتو ماشي كو قبطي هبينكي بهالكا سيحلين اساقنا موغو ذا مركا
رجي ماشى جوجي أو مسافرين تأها أيا نين كم إذا وحويري ورمان سفرنا ما رررنا أنتجنا مد بعير عررنا فضيلنا ومغلا يعود كودا مركزا مد كلو حكويري يعني ما يوري حتى نصبح إلى واجه نوبري تجمعين بور واجه نوبري وكذي بور محايا لي وحويري فإن فضيلا على الطريق فضيل نك اللي هذا وضلي نوت هاجن مركوا واجه نوبري نكاس أنت ما رت جد جويدي سان كبح لهم أو ماش أنكو بريسن أرنتي مركي أو مغلي يوحو لي هاي أسا كشاكينة فضيل بن عيادة كشاكينة وحويري ففكرت وانفكري مركزا وحائد أنا يهبين نمدي أنا هبين كجرو بان معصي إله أسعده هبين نمدي مرنا قبربا قطفايا دربي مرنا قطاع طرق بان دتك مساكين تأهبا أركي أنا إلي عبسنا يبوي وما أرى الله إلهي مبا أركي يبوي مو أركي ساقني إليهم إلا لأرتدع يعني إلهي بإنو إيسو كحي ماشان إن عمل كحن أن كهر درتي الموية وحكى لما أركي ما يبوي إن عماشان حن حن رنك الجوك سدو أي رب ماشى ليك يا نبي مركز يقول اللهم إني تبت إليك وجعلت توبتي مجاور بيت الله الحرام إلهي وكو توبة كان مركز كو توبة كان توبة إذن إن كعبة بيت الله الحرام إن درس لن نغضه أي أن توبة إذن كان لقنا إياه مركز أي مارة إلهي أسر نغضي علمي أو طلبي علوم ما شاء الله إلهي فتح أفري وأنك مركع عابدك إيه آدي آد زاهدك آه محدثك آه محدثين تواوينين كم النقضين وياه هذا الكاس المرك ليه ترك العمل لأجل الناس الرياء والعمل لأجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما يعني لبضى سنو إلهي كعافيه أي إخلاص كليل هذا بني. وعن سهل التستري رحمه الله تعالى سهل بن عبد الله التستري أي لله تستري تظهر الوال قلا تعرض دمنا والله فتحية والله قرد قوي تستر بالله لأن تستر وحالي لهذا ومدينة معروفة أو مجال اللي يكانوا أو تلك مارتي خراسان ماشي اللي يراه ده وهذا إيران كتار دولك إيران كتار الله مجال كم الأحيان إذا تستر الأورنج الوية تسألي تذكر مركز سهل بن عبد الله تستري سجن تذكر علماء الزهادة وعبادة أي كم دها علماء مركز وحواها سجن بنتي لو بقول إياه سدح يسديت إنك هجرة النبي مركز أحد أي إلهي أبصده سبحانه وتعالى شيخ قال وحويري سهل بن عبد الله تستري أي وحوليها نظر الأكياس تتكي عقلك لها يعني وجمع كيس أكياس من جمعية تتكي عقلك لها أي وحي إيغين في تفسير الإخلاص إخلاص كشيء قال إلى تفسير كيسة أي فيريا فلم يجدوا غير هذا كان كم وحان أهين ما ينهرين وحصوص عضو إشارية مد كان صوص عضو شيء دونه وحن أهينا ما بقينا ما أي سنبرين أو تفسير وما أي سنبرين أو إخلاص أولية تفسير إخلاص كليه وما أي ننهر إلا كان صوص عضو موي وما حمد كاسي أن تكون حركته وسكونه في سره وعلى لية لله تعالى وحده أن تكون إن أهاته حركته قف كمؤمن مسلم كأهين لقبقا قيسا وسكونه حسن لوني ذي سأو حسنه وسنق دقاقين في سره سرتي سقرسوني ذي سوحيس سرته ومركو كنقي يهي وعلى نيته مركو يعني مارتي سبع سنحين تذكر أولجه ومضع مغضه انتبع لله تعالى وحده الله أكلي إنه وها تبار سيدا مركا آددك لنجوكتو وعلى نية عمل كاقو يهيو أسمعين إيسو أي ددك أي كو أركيان إن سريرة ذي سرت على مركا كنقا تهينا إيسلا نقطة بالرماو إن كوس الناتوي هذا الذي علماء الناس الشيعيين أي لم يتهوى استواء أفعال العبد في الظهر والباطن أو كلام لم يتهوى إن يعني حركة هذا إذا دقاق هذه إيو حسنون إذا هذا سبت هذه إيو على لماذا هذا إن إلهي درتي النقطة لا يمازجه شيء شيء إنه سنعمل كاجل إيو سنحق الإخلاص كذا وحكى لأي سنحق لي لا نفس نفت هذا وحق يجعشها إنسان أما النفك لقف النفتي إنسان أرنت هذا بحجرين ولا هوى الوحد جعشها إنسان قلن هوى ولا دنيا الدنيا لإنسان كسوه قلن خلاصك معاني ذي سأيكو فسرين تتكي عقلك لها أيكو فسرين وين وإن إلهي عملك هذا سرت هذا مارة ظاهرك باطن كاذبة إلهي نعبر احترتويا وعن السري
يعني شيخ السري ليلهذا وحال إلى سر الدين ابن المغلس السقطي يا لنا سر السقطي بعد لو يقانا معناه سوريا سر السقطي بعد لو يقانا السجن وحكم يا علماء الزهادة أو قرن جيس دحاني هجري جاها تذكر دنتي وكم إذا الله بقول يصدني صدح هذه هجرة النبي جمر كي يهيد أي شيء خاصنا دنتي شيء خاص السر سقط اللي يرهضه يقال وحويره لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا لا تعمل عمل فرن وهاوش شقاء عمل بها قبرن للناس ذاتك الدرت وهاوش سمين شيئا وحبا هبل درتي عمل هاوش سمين عمل كاسمين إلهي درتي وسمين ولا تترك هكتجن لهم ذاتك درت وذا شيئا وحاد إلهي حق يسعر لكي وسمين لحيدنا درتي هاوكتجن ولا تغطي هدبورن لهم أيجا شيئا وحبها ودبورن ولا تكشف هنمو جنين أو هاوقاورن لهم أيجا هاوكشفن أو هاومو جنين شيئا وحبها أومو جنين يعني عمل بتدرتي هاوسمين بكوضا إلهي درتي وحق قبنا يسوع وسمين مركا إخلاصك وحوي إنا إلهي الله كلية أعماشنا أنا برح ترنوه أنا ضدك درتو صلاة أقرحين ضدك درتو أنا أسومين ضدك درتو أنا صديق سواه الوراء هذا أقرحين أنا ما هسعي أنا لكرباوي وعن القشيري أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى هريت الجمني سنو صور مرتين قال إنه يريبا لقوري أو يري أقل الصدق استواء السر والعلانية أقل الصدق رمتا وعمل كاغا إيمان كاغا إلى هذا أتكرر الشيخ كان أغيري أقل الصدق ورمك أغير وعمل كاغا أتكرر الشيخ تاهي وحوى استواء السر والعلانية أكاشها أي أكاذان يسناشها أي سناذان سرت هذا وحق وقرصه وحق مجسنا يسو علانية ذات إن اسمه كامد هذا وصدق وحوليها وعمل كاغا كان يعني أتكرر شيكته كان أبو يران تبذن وياه متك أتكرر شيكته كان أبو يران تبذن وين لبذا بكوس ميديه وهذا كي أهرو سومر مي كل أرمها الرسالة الشرية أي كسو بوريان وياه وعن الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى شيخ اللي حارث المحاسبي سجن وحي رهدان حارث بن أسد ابن عبد الله أي اللي رهده وحكم ذي هاي علماء ذي زهادة هاي ذي عبادة هاي قرن جيس الدحادة هجرة النبي تدك أيوها علماء ذا سكم ذا وحود انتي لا بقول إيوه أفرت من يسد حد هجرة النبي مركي أحيد أيو انتي مركي وحالو يقان المحاسبي البصري بالي لهذا ربص ربو أها محاسبي بالو يقان كن يدي سنة أبو عبد الله بالي لهذا وح محاسبي لو مبحيي شيخ لفتي سنوك هذا دورة قيد تفصل كطبنات أي شيخ أنه وشيخ دورة محاسب وحلو وبحي لأنه كان يحاسب نفسه ساسي ولهنا نفتي سو حسابين جري انت الإلهي حسابين كور أي نفتي سعاد حسابين جري مركع علماء داس محدثين تا أي كم إذا حارث المحاسب رحمه الله تعالى قال وحوير حارث المحاسب الصادق متك كرو الشيغو متك رمت الشيغو يعني في إيمانه وعبادته وإخلاصه كر شيغاه هو كاسي صادقه الذي كيوي لا يبالي أن أبيير لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه متك أن أبيير نوي لو خرج هذه أو بح كل قدر شرف كست كل قدر كست أولها فالله أسر أسق ناري وإن تريس أوه يموبحه أو كبح بحنا في قلوب الخلق خلقه أو دكيه قلوب توذي أو كبحه لغا ساره أسمح حبا أنو أبيالين من أجل صلاح قلبه يعني قلب جيسا ونا جيسا درادي أو إلهي أو كحريه درادي يوسف أبو أبيالين كاسا صادق لنا معنى هذا وحوي من كان صادق لليه وحكوضا وقفك أنا كرجع لي تذكر من هذه قدرك شرفتي له هي قيمه ذاتك إيوه هيين
oo ixtiraamka u haya qalbigooda dhan laga saaro oo ay nacaan oose waxba u dhibaynin marba haddii qalbigiisa isaguu saafi yahay oo rabbigiisa ku xiran yahay taa weeye marba haddaa rabbigaaga ku xirantahay kii ku nacay ha ku naco adig waxba kuu dhibi maayo laakiin markii ummaddii aad aragto inay maaragtay adigoo qalbigaagu nadiif yahay adiga oo daacadii iyo kheyrkii ku taagan dadku neceb inaad durbadiiba qalbigaada u ta'afurood u aaba yeesho arrintaas wax wanaagsan ma aha buu leeyahay waxaa la rabay inaada u aaba yeelin kaasa saadiq la yidhahdaa buu yihi welibuu sii wadaa saadiqa sifaatkiisii tilmaamihiisuu sii wadaa walaa yuxibu aanan jeclaanin ninkaa saadiqa ahi alladii laa yuxibu wey midka aanan jeclaanaynin itilaaca annaasi dadka inay arkaan calaa mathaaqiili dharri yacni addarri waxaa la yidhahda asgar shay shaykan ugu yar qadarkii oo kale oo min xusni camalihi ah camalkiisa kiisa wanaagsan ihi inay dadka arkaanna aanan jeclaanaynin yacni camaashiisa ikhlaas darti ilaahay u sameeyo laakiin dadku ha ku arkeen inaad ahlu khayr tahay inaad caalim tahay inaad sheekh fulaan tahay inaad fulaan aanan marna aanan jeclaanaynin waa kaa saadiqa kaasaa la yidhahda camalkaaga kan ugu yar ba allah ka dhigo oo mithqaali dara darana waxaa lahay shaykan ugu yar culimmadu waxay ku tilmaamaan baashan qur-aanyada la yidhahda ugu yar dhuuracasada ay dhahaan oo kale yariista waa la yidhaahdaa way ku magacaabaan dara waxaa lagu magacaabaay oo kale yacni waxaa la yidhaahdaa carradoo kale waxay yidhahda markii inta aad meel bacaad leh intaa gacanta gelisid aad kor u daadiso markay carrada hoobato waxa yar yarka hoosoo dhacay ishi keliya ay arki kar laakiin gacanta aysan qaban karaynin kaasoo kale dara la yidhaahdaa waxay kaloo ku sheegaan qoraxdu markay ama soo baxdo ama dhacayso guriga haddii meel ka bannaan tahay haddii iftiin uu soo galo wax yaryaroo ku dhex socdo soo ma arag iftiinka yarka waxaa yarka ahna dara la yidhahda oodan isha waad ku arki laakiin ma qaban karaysa kaasoo kale baa dara la yidhahda kaasoo kale camal wanaagsan oo la mid a aanan jeclaan inay dadku ogaadaan ay ku arkaan oo ku ammaanaan aanan jeclaanaynin baa la yidhahda weli wuu sii wadaa wuxuu yidhi walaa yakrahu aanan nacaynin haddana saadiqu waxa weeye waa midka alladii laa yakrahu wey aanan nacaynin oo karahsanaynin itilaaca annaasi dadka aragtidooda ay daalacdaan cala sayi'i mid xun oo min camalihi camalkiisa uu samaynaya ka midana hadday dadku ku arkaanna aanan karahsanaynin oo nacaynin maxaa yeele fa ina karaahatahu nicitaanka camalka xun dadka markay ku arkaan uu karahsado lidaalika arrintaas camalkaa xun ay dadku ay ku arkeen karaahadiisa uu karahsadaaye daliilu waxay daliil u tahay buu yidhi calaa annahu ninkaasi yuxibu inuu jecel yahay aziyaadata ziyaado inuu helo cindahum dadka agtooda inuu ziyaado ka helo sharaf inuu ka helo buu doonaya marka xumaantii uu ka qarsanayaa buu leeyay walaysa haada midkaanna ma aha min akhlaaqi sidiiqiina dadka sidiiqiinta la yidhaahdo akhlaaqdoodii ka mid ma aha dadka runbadanayaasha la yidhaahdaa ka mid ma aha akhlaaqdoodii sidaasuu leeyahay labada saddex qowl buu sheegay saddex sifo uu sheegay musanifka labada hore waa laba wanaagsan weeyaan tan hore waxa weeye inaadan dadku hadday yacni maaragtay qadarkaada iyo sharaftaada jacaylkay ku jeclaayeen qalbigooda inta laga saaro ay ku nacaan inaysan waxba kuu dhibin oodan aadan u aaba yeelin marba haddaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kalsoonto ood jeceshahay qalbigaaga ikhlaas ilaahay darteed u samaynayso waa wax wanaagsan wey midda labaad inaadan camalkaada haba yaraadee inaadan jeclaanin dadku inay daalacdaan oo kugu ammaanaanna inaadan jeclaanin labadaas laba wanaagsan wey laakiin middaan dambe waxaad moodaa qaybtan dambe waxay khilaafsan tahay nusuus cadcaday ka hor imaanaysaa yacni wuxuu leeyahay qaybta dambe qofku xumaantii uu samaynayay hadalka madmuunkiisa wey xumaanta uu samaynayay inay dadku ku arkaan waa inuu jeclaadaa uusan nicin xumaanta waa lala dhuntaa waa la qarsadaa sunno ahaan lalama jaaro mar hadday xumaan tahay xumaantaada dadka iyo maaragtay waa laga qarsadaa hadduu khalad galo weliba dadka ahlu khayrka ah inay kugu arkaan ahlu fadliga ah yacni maaragtay inay ahlu salaaxa ah inay kugu arkaan xataa wax wanaagsan baa xumaantaas inuu qofku qarsado ayaa la rabaa weeyaan maxaa yeele xadiidka saxiixeynka ku jiray ayuu hadalkan ka hor imaanaya xadiidkaasoo abu hurayrana uu maaragtay nebiga ka warinaayo calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay nebiga kullu ummati mucaafun ila almujaahiriin ummaddaydoo dhan waa la cafiyey ilaa dadka
macaasidii xumaanta la jahra mooye. Marka haddaa waxaad u qarsato oo xumaantii bani aadanaa tahay ee aad qarsataahi macnaheeda oodan dadka tusin, aadan u sheegin, waa wax wanaagsan wey. Daad qarsato wax fiican wad, adiga ilaahada adiga rabbigaagu idin ka dhaxaysaa, waa inaad marka qarsato, laakiin inaadan la jahrin. Maxaa yeelay ummaddaydoo dhan waa mid la cafiya buu yidhi, ilaa dadka la jahro macaasidii xumaanta la jahra mooye. Dadka la jahrana uu sii basiro waxa weeye, waa qof intuu ilaahay asturay, xumaan inta sameeyey oo rabbi asturay, habeenkii markuu waaga baryo subaxii inta dadku yimaado yidhaahdo macaasidaasan xalay sameeyey, ku faanayo macaasida uu sameeyey, kaasoo kale ayada ilaahay uu asturay, kaasoo kale lama cafinayo weya. Marka waxa weeye waa inaysan xumaanta aysan dadku kugu jeclaanin baa la rabaa, aysan kugu arkin, oo aad ka qarsataba nusuurta tilmaamaysaa weeye. Fisqigii inaadan la jahrin baa la rabaa weeye, oo la dhuumato haddayba ilaahay balaa sheydaan kugu xambaaro, waa inaad qarsato weeye. Wacan hayrihi, waxaa laga wariyey xaalat almuxaasibi, qof aan ahayn lama magacaabin, yacni sidii kii hore kaleeto weeyaan. Xaalat almuxaasibi, qof aan ahaynna waxaa laga wariyey asagoo sidqiga iyo ka hadla ikhlaaska, idaa dalabta allaha tacaalaa, haddii aad rabbigaaga sarreeya aad dalabto bisidqi, sidqi iyo runnimo aad ku dalabto, oo camalkaada aad u barax tirtaahi, ikhlaas alla timaada weeyaan, wax alla waxaad samaynaysaan aad ka runsheegto, iimaankaada, ikhlaaskaada, cibaadadaada, wax kastood qabanaysidna aad ka runsheegtaahi, ood rabbigaaga sidaa ku dalabtaahi, acdaaka ilaahay wuxuu ku siinayaa mir'aatan, muraayad buu ku siinayaa. Muraayadaasoo tubsiru fiiha, aad wax ku arkayso, tubsiru fiiha dhexdeeda aad ku arki kula shay shay kasta kulligii, oo min cajaa'ib dunya waalaakhira, adduun iyo aakharo cajaa'ibkooda waxyaalaha la yaabka leh ayuu rabbigaaga ku tusaya. Yacni haddii aad rabbigaaga camalkaaga u barax tirto, ilaahay karaamaad buu ku siinayaa, wax badan cajaa'ib baad arkaysaa, wanaag iyo khayr dhan baad samaynaysaa buuliya. Yacni atharkaasna isagana sidoo kale risaala qushayriya ayuu ku soo wariyaa. Maaragtay abulqaasim alqushayri ayaa ka soo guurinaya imaam an-nawawi raximahu llahu tacaala, wa aqaawiilu salafi, salafkeenna ridwaanullaahi calayhim hadalladoodii oo fii haada ikhlaaskan ku saabsan kahiiratun, aaday u tiro badan tahay. Laakiin asharnaa, waxaanu ishaarnay ilaa haadihi alaxrufi, xarfahan oo xogaagan kelimaadka yarka intaan ku soo guurinay oo minha ayada ka mid a ayaanu ishaarnay, inta way ka tiro badan yihiin hadallada dadka salafi saalix kasoo laga soo wariyey a'imadeennii hore ikhlaaska ku saabsan, intaa way ka badan yahee qaybtan baanu ka ishaarnay, xuruuftaana ka ishaarnay, bimacnaa qaybahana ka ishaarnay weeyaan. Maxaanu ishaarnay? Tanbiihan cala almatluubi, maqsadka la leeyahay, dalabka matluubka, shayga la doonayo, baraarujin aan ku baraarujinayno daraaddeed baan sidaa u yeelnay buu leeyahy. Waqad dakartu, waxaan sheegay, jumalan, jumlooyin oo yacni wax tiro badan uu ka wadaa, oo min daalika ikhlaaskaa ka mid a, oo ah aadaabta mucallimka iyo mutacallimka uu leeyahay maca sharxihaa, iyadoo ay sharxeedii uu la jiro, yaan waxaan ku sheegay buu yidhi jumlooyinkaasi, fii awali sharxi almuhadabi, kitaabka muhadabka la yidhaahdo alimaamu shiirazi uu leeyahay sharxiisa, oo majmuuc la yidhaahdo almajmuuc, oo imaamu nawowi uu leeyahay kitaabka uu sharxay, ayaan arintaa ku sheegay. Markaa kitaab aada nadiif, maaratay aad iyo aad mufiid u ah weeyaan, weliba waxa waa mujaladka koowaad oo majmuuca sharxi almuhadabka uu leeyahay, aadaabta mucallimka, aadaabta maaragtay maxaa la yidhaahdaa taalib alcilmiga, waxyaalo tiro badan ayuu aad iyo aad uga hadlaa oo aad u qiimo badan. Marka qofka xataa inuu muraajaceeyo akhriyo aad bay u fiicnaan lahayd weeyaan. Wadamamtu, waxaan ku dumay oo ku daray buu yidhi ilayhaa sharaxaas, yacni waxaan ku dumay jumalkaas, waxaan ku ziyaadiyey min aadaabi almucallimi, mucallimka aadaabtiisa, walmutacallimi ardayga oo waxbaranayo isagana aadaabta laga rabo, walfaqiihi qofka faqiiha oo fiqhiga garanayo, iyo walmutafaqihi midka fiqhiga baranayo, intaba waxa weeyaan aadaabtoodii ayaan ku daray buu yidhi, kaasoo maa shay baan ku daray laa yastaghnii uusan ka deeqtoomaynin canhu xaggiisa taalibu cilmin, mid cilmi talbaahi taalibu cilmi arday ah uusan marna ka deeqtoomaynin weeyaan. Marka in risaaladaas aad loo akhriyo aaday muhiim u tahay weeyaan, wallaahu aclamu, ilaahay baana garanayo cilmi leh weeyaan. فصل في الإعراض عن أعراض الدنيا هو فصل يهي وفصل كي لباد وي في الإعراض كجيس شو لغا جيس عن أعراض الدنيا الدنيا ذا دلال كيدي بربر كيدي وحن الدنيا ذا إن لغا فقاده يعني كجيس يهي وقبابيه
وينبغي وحابون أو قفك قارية مقرية أهي وحقرني أماكن قارية معلمك متعلمك وحاوها بون ألا يقصد إنه سنقصد به أي بالقرآن قرآنك أما علمي أو أخرسني أو ذاتك بري أما أو أسوق برني إنه سنقصد توصلا قارب إلى عرض يعني الدنيا أو من أعراض الدنيا كمدة عرض حلو حلال دلالك الدنيا لله ذائيه الدنيا ذا المارة بربر كذا لله من أعراض الدنيا إنه سنقصد وفصري من مال مال من توتيب بياني هذا أحيدي مال إنه سنقصد يعني مركة علمك برنيسو قرآنك برنيسو قرآنك عددك برنيسو علمك عددك برنيسو وإن هذا حول الدون هذا النقرين حول إن هذا نبرن أو رياسة أما مدحتني ما درتين يعني مارة مدحة لقاء دكتور الشيخ اللي يرادة لقدبة أردو إن هذا نبرن أو وجاهة وجهنم مارة شرف رادين تيرني إن هذا نبرن أو ارتفاع أما كرنقشات كرنقطة أو سعقف أو كرنقطة على أقرانه ذلك الله في الكعاسة الله فعائي أتككر من قتل علمك براء مارت إنه سنعرمتها مقصد كاس أسككري فعاء أتككر مرتد إنه سنقصد بارا أو ثناء أما أمان أتهشد عند الناس ذلك أكتوذ أتهشد إنه سنقبرن مركع علم براء تدك وهاكو أمانة ألا إله فلان وعالم ألا إله هو فلان إنا لقدهن ألا إله هو قاري إنا لقدهن أو صرف وجوه الناس ذلك وجيه ذوذا سلحين توذا إلهي أسق الله سلحيان إنه سلو برني إنه أمد كصاب أمد عديق الله حكو في رسطه وجيه ذا عديق أمكلي ذاتك لي يالله أركن إنه سنقفك وحب برني ذاتك لي يالله من العسان عديق لي يحلق إيغو إنه سنعلمك أو برني بالربا أو نحو ذلك يكوى وحي لم يتأهبوه ولا يشير مهل إيوه أو معيب إيوه يان الشين وبمعنى العيبة لوجه ذا معيب إيوه المقرئ نكي معلم كأهاية وحخرسين يا أرضي ذا وحبري إقراءه أخرنتي سمع يبيه ومحوسك عبينين بطمعينك مع يبيه طمع دونس أو وحكو دون في رفق سد بع سنانة إيا نحريس أو كو طلبه تاسور نحريس تاسور يحصر له أسجع وحسشه من بعض من تدقر كي أو يقرأ عليه وأخرناه يعني علمي قال مركو برني وحولي هي يوسن علمي كان او دتك بريو او اخرنيو قراءه دي سا علمي غاسي قرانك او برياهي يوسن عيبينينو يعني اسبه او كربو انتو اسدبعيو نحريس لو غلو اي دتكي مركو وحو اخرنيه اي وحسيان خولدون اسبه او يوسن ارنت درته اسمين بولي سواء وحا اك بوليه او سمن كان الرفق دبع سنانتي احاطيا وحا لسينيو او رفق او كدلبيو مالا حول النقطية حولها الوسية درتي أيو رفقي قال إيا دبع سنانتان إيا علمي أو برايا وحاد كيشي أو خدمة أما يعني هلقو شقيه خادم هكون نقضين أرضي دي هكون شقيسو هلقو خدمي أو سنو برني وإن كل هبير هذا وحاس مالك إيا خدمة هبيراته وإنو سن عمل كيسي قراءة ديسي إيا قرآن كيسي علمي كيسي أو سنكو عبينين أو سنكو حلينين وين ولو كان هبا أحاضو شيء رفقي أو كتل بيا دبع سنانتي نحريس أو كتل بياي أو كهلا ياهي هذا أهاته على صورة الهدية هدية صورة بهبل يعني فلان وحاسو كوسو هديين اللي يراه ذو هدية يجد يعني أوكله التي هدية ذي لولا قراءته حد أخرنتي سأقتك وحو أخرية هدية سنجري لهين عليه قراءة سحي سنجري لهين لما أهداها إليه قفك الوسوس هديين يعني هدية عن من ملغوس هديين هدادا يعني وحدتك وآخرين لحين أرنتاس يوسن عمل كيسي يقرا أدي سكوح اللين أي أرمي لكن هدية هذا كان حير هذا علمه يعني ليس على إطلاقه محايا للنبي أن أصبه معلم ودين كدتك بري هذا كان يقبل الهدية هدية هدية سوى قادن جري مالك أدي إنا طلبت أثر هذه سوء طمع قلبك كاقل الذي ديه هدية نمو وحوكوس هديين هدية النبي أقبل الجروات أقبل يساوية قالت قال الله تعالى الله سري وحيري ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ومن أحد كي كان هذا يريد من دونه حرث الدنيا أدون كان ما رتحوله سيبرتي من طلبيائه الدنيا ذي كلي إنه كنا ولا أغربه نؤته ورسينينا حرثه ورسينينا وحو الرادين يحوره إيا أمانتي إيا وحو البو طلبي
وسينينا نؤتيه وسينينا منها يعني الدنيا دي حقي وحبان كسينينا حرث يبقى وحك سينينا حقيس وما له لكن مسجنان في الآخرة آخر مرك اللي تجنا من نصيب وح نصيب إيه أو دافع أو هليه لما أركه وحيس أدون بوقاتي إلا المقصد كعمل كان وسميني إلهي درته وما سبينينه الدنيا الضام وسمي شيخ هبل هلو يراهلو عالم هبل هلو يراهلو مارتي حورا أتكو هشيد مارتي هلو قضبا أرضو أقران تادي دفك كورفعا أتكور نقطين مقصد كاسو أبرتي وحو أدون ككوب طلبضهم بالسين يا بولي يا وين وقال تعالى الله حويري من كان يريد العاجلة قفك مد أدون من أحد كان هذا يريد مد دوني العاجلة مد أن دقدقي سو أدون كأه الدنيا دون قفك إيه عجلنا له ونود الدجنينا أحد كاس فيها أدونك أدونك نحن سنود الدجنينا مع أود الدجنينا ما نشاء وحار دون أود الدجنا يا نود الدجنينا هدنا لمن نريد قفك دون أي نود الدجنينا ويا مرك أيضا أيضا هريت وقيديسا أيضا هرم حالي يري من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ونصينا نابني شيء اسمهم بالله شيء لكن آخرين صحبه كل حين والله شيء لكن أيضا وحالي يري الدنيا ذا نحن إذا نجود الدجنينا لكن وح لما وح دونه هي لما هاي أما جو حان دونه هي رسكينينا الدنيا دونه أسمع الدنيا كل لما وصينا وحير وحمه إله وح دونه مكسيني من الله السجل لفتي سقف كستو الدنيا دونه ما هي إلا سينا يو ولمن نريد قف كان دونه إله قف كان دونه وهذا سينا يومي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.